الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لتفعيل الشراكة بين مصر والهند بما يتناسب مع إمكانياتهما في المجالات كافة. بريطانيا تودع الملكة إليزابيث الثانية بمراسم مهيبة بحضور عشرات من رؤساء الدول والحكومات. الكرملين ينفي معلومات عن العثور على مئات الجثث في مدينة إزيوم الأوكرانية ويقول إنها مجرد أكاذيب. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع زميلة حور محمد. أهلا بك حور. أهلا بك دانا، أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام عبر شاشة إكسترا نيوز. ومن العناوين لتفاصيل الأخبار، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية. وخلال استقباله وزير الدفاع الهندي راجناس سينغ بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكانياتهما في المجالات كافة، طالبا نقل تحياته إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. من جانبه أكد وزير الدفاع الهندي اهتمام بلاده بتعميق تلك العلاقات التاريخية في ظل الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا فضلا عن الدور المصري المحوري والحاسم في مكافحة وقهر خطر الإرهاب. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا، هذا فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات. تبشر لجنة العفو الرئاسي عملها على ملف دمج المفرج عنهم، حيث تلقت عددا من الطلبات لمواقف للمفرج عنهم سواء بقرار من نيابة العامة أو بقرارات من العفو من السيد الرئيس السيسي. أضافت اللجنة في بيان أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لحل بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمنع السفر أو حتى التحفظ على الأموال، مؤكدة أنها وحدها دون غيرها التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الأمر. للمزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ. رحب بحضرتك معنا في هذه الجولة الإخبارية. بداية طبعا بعد التحية، يمكن كيف تبعت هذا القرار الهام وليس الأول من نوعه طبعا من قبل القيادة السياسية في مصر في مقدمتها السيد الرئيس طبعا بتكليف لجنة العفو الرئاسي بدمج كل المفرج عنهم في المجتمع وحتى توفير فرص عمل لهم في المجتمع؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تطور مهم ويستحق التحية والإشادة، لأنه يعني إذا كان هناك أهمية كبيرة جدا للإفراج عن بعض المحبوسين، فأيضا جزء مهم جدا هو إعادة دمجهم في المجتمع، لأنه ده مكمل حقيقة حتى يعني يتم استكمال هذا الطريق الذي بدأ منذ وقت طويل من أول مؤتمر للشباب، لكنه في العام الأخير شهد قفزات نوعية بحكم عضوياتي في مجلس أمناء الحوار الوطني. أنا متابع جيد لهذا الأمر، يعني شفنا أكثر من موجة فيه عدد كبير جدا من من تقدموا بأسمائهم سواء عبر أحزاب أو نقابات أو مؤسسات أو أحزاب. أنا أظن أن جزء كبير جدا تم خصوصا فيما يتعلق ممن يطلق عليهم في قضايا رأي، وبالتالي الجزء المتعلق بالدمج مسألة في غاية الأهمية، لأنه باختصار شديد جدا بيعيد دمج شخص كان محبوسا ويعني يعود إنسانا كاملا له مطلق الحقوق
وخصوصا حق العمل ده شيء مهم جدا، انا اظن هيكون له تاثير كبير جدا على المشهد العام في الفتره المقبله. طيب المنظومة أو الآلية التي ستتبعها الدولة طبعا لإعادة دمجهم مرة أخرى، أو الخطة التي سيتم اتباعها لإعادة دمجهم وحتى تهيئتهم نفسيا بشكل أو بآخر يكونوا طبعا أداة منتجة في المجتمع المصري وطبعا ينصب في صالح المواطن المصري في المقام الأول، ما هي هذه المنظومة من رأيك؟ أنا مجرد طبعا أنه في ناس يعني سواء إعادتهم لأعمالهم الأصلية أو الذين كانوا يعني انتهى علاقتهم بعملهم أنه ممكن يتم بالحقهم بعمل مشابه، فكرة السفر والمنع من السفر، إزالة الأسماء من قوائم الممنوعين من السفر، حرية التحرك، وشفنا يعني عايز أقول لحضرتك على مثل في غاية الأهمية وهو حالة الزميل خالد داوود، كان موجودا في السجن حتى أسابيع قليلة مضت، الآن هو أحد المقررين في الحوار الوطني في إحدى اللجان المتعلقة بالملف السياسي. هذا تطور مهم جدا يعكس أولا رؤية الدولة لإعادة دمج هؤلاء الذين كانوا محبوسين والاستفادة من جهودهم، والأهم تنفيذ الاحتقان اللي موجود داخلهم وداخل أسرهم، بيعود بالنفع على كل الدولة مش بس على هؤلاء الناس، لأنه الشخص دون اللي طلع من السجن وبيعاد دمج وبيشتغل تاني مش بس هو اللي بيستفيد، اسرته نظرتها بتختلف، المجتمع المصري كله، المشهد السياسي حتى بره، يعني نعلم جميعا ان هناك حاله من التربص من قبل جهات كثيره جدا بشان هذا الملف، وتم استخدامه كثيرا لابتزاز الدوله المصريه. انا ظني ان ما يحدث الان هو خطوات مهمه في هذا السياق، نتمنى ان تستمر وتستمر حتى نغلق هذا الملف اغلاقا تاما ولا يبقى في الحبس الا الذين يعني مارسوا الإرهاب أو العنف أو حرضوا عليه. طيب حضرتك ذكرت نقطة هامة وهي مسألة الحوار الوطني الذي كلف به السيد الرئيس طبعا كل الأحزاب السياسية في مصر وكل الأطياف بالاستعانة بالحوار الوطني ما بين كل فئات الشباب لتبادل الرؤى وحتى للاستفادة من جهود كل الفئات في المجتمع المصري، كيف سيكون دور المفرج عنهم في مسألة الحوار الوطني؟ قلت بسرعة أنه بعض الزملاء كانوا موجودين في الحبس وخرجوا من الحبس، وبعضهم مستحال خالد داوود صار عضوا في احدى لجان الحوار الوطني التي ستناقش الملف السياسي، وبالتالي هذا تطور مهم، وهناك مرشحون بعض الذين خرجوا من السجون اسمائهم موجوده على قوائم يعني المتحدثين في اللجان المختلفه، يعني كما تعلمين هناك مجلس امناء، هناك لجان بمقرر ومقرر مساعد، لكن الاهم ايضا في الفتره اظن خلال جلستين ثلاثه بالكثير هيكون الاعلان عن قوائم المشاركين في الحوار اللي هم يدخلوا في صلب القضايا. هناك اسماء من الذين كانوا محبوسين مرشحين للانضمام الى هذه القوائم، وبالتالي ده تطور مهم جدا. طب عفوا عن المقاطعه في هذه النقطه، هذه اللجان طبعا نحن ندرك تماما ونعلم ان هذه اللجان هي اهمها هي الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه، ماذا سيكون شكل هذه اللجان في هذه المرحله بالتحديد؟ هذه اللجان يعني باختصار شديد جدا مجلس الامناء اقر وجود ثلاث محاور سياسي مجتمعي اقتصادي، كل محور تحتيه عدد من اللجان فرعية، يعني مثلا في الملف الاقتصادي فيه صناعة فيه زراعة فيه الإصلاح المالية العامة فيه التضخم والأسعار، في كل لجنة من دول سيكون هناك خبراء متخصصين في هذا المجال، بمعنى لا حينما تناقشين التضخم هتجيبي أساتذة مالية عامة خبراء فاهمين كويس جدا يختارهم مجلس الحوار الوطني طبقا للتوازن اللي موجود فيه وطبقا للخبرات الأساسية اللي موجودة فيه، الناس دول هيجوا يقعدوا مع بعض يناقشوا كل قضية على حدة، بمعنى هنيجي نقول الزراعة المصرية ما هو المطلوب كي تعود الزراعة المصرية لأفضل أحوالها، نقاش الخبراء دول المخرجات أو التوصيات الأساسية اللي هيوصلوا لها بترفع للسيد رئيس الجمهورية ليختار ما يراه ملائما لتطبيقه سواء كان في صورة إجراءات أو تشريعات. طيب بالفعل يعني تم اتخاذ عدد من الإجراءات من قبل هذه اللجنة، لجنة العفو الرئاسي، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي حضرتك تحدثت عنها الآن وهي عودة البعض لأعمالهم أو حتى توفير فرص عمل لهم، أهمية هذه النقطة ولأي مدى ستساهم في تسريع دمج المفرج عنهم في المجتمع وحتى توفير فرص عمل لهم في هذا التوقيت؟ أنا أظن أنه حينما يخرج شخص كان محبوسا بغض النظر عن تهمته، بس طالما الدولة المصرية قررت الإفراج عنه فمعنى ذلك أنه ترى أنه عاد إنسانا صالحا،
وبالتالي حينما يمارس يعود إلى عمله السابق أو يتم توفير فرصة عمل له إن لم يكن يعمل قبل ذلك، فده في حد ذاته أقوى رسالة للمجتمع المصري كله لبرة، إنه فيه مرحلة مختلفة، إنه مصر مش بس بتطلع الإنسان من المحبوس، لا بتوفر له فرصة عمل. وأنا أظن دي مسألة في منتهى الأهمية، ومرة ثانية فعلا ينبغي كل من يقف وراء هذا الجهد التحية والتقدير. طيب خليني أسأل حضرتك سؤال أخير وسريعا، يمكن أصبحت هذه الجهود الحديثة من قبل طبعا الدولة المصرية ولجنة العفو الرئاسي واضحة بشكل كبير للكل، خاصة أنها تهتم بالمفرج عنهم بشكل كبير وتولي أهمية لهذا الملف، حتى أنه أصبح الكل يدرك هذا الأمر وهذا الجهد. خليني أسأل حضرتك عن نظرة وكيف يرى المفرج عنهم كل هذه الجهود التي تحاول من تحسين حياة المواطن والمفرج عنهم وحتى توفير فرص عمل لهم. يعني بطبيعه الحال يعني لو الواحد حط نفسه مكان المفرج عنه هيبقى اسعد لحظه ان يرى نفسه اولا خارج السجن بين اسرته واهله واقاربه واصدقائه. مساله الحريه لا يعني ظني الشخص ان لا يدانيها شيء في الاهميه. يعني شخص مقيد حريته بيطلع بينطلق للعالم وبيعيش حياته الكامله ويعود كمان، وتبقى الامور اكثر اهميه لما كمان يعود الى الفضاء العام بتاعه، الى عمله، الى تفاعله مع المجتمع. فالمساله دي انا اظن يعني انه مساله يعني مش عارف اوصفها ازاي، لانه يمكن ربما الناس دول هم اللي بيشعروا اكثر بحكم ما الانسان اللي بتقيد حريته بتبقى حاله صعبه جدا. وبالتالي انا اظن انه الرساله اللي هي مجرد خروج شخص والصوره اللي بتلتقط لبعض المحبوسين وهم خارج السجن وبيحضنوا اهاليهم واقاربهم واصحابهم، دي يعني كافيه بشكل او باخر. صحيح. بالضبط. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. ولمزيد من التفاصيل مشاهدين حول هذا الموضوع بينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير صحيفة الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، في إطار حرص الدولة على بناء الإنسان لم تكتفي لجنة العفو الرئاسي بإعداد قوائم المفرج عنهم، بل يمتد عملها أيضا إلى العمل على دمج المفرج عنهم في المجتمع، كيف ترى ذلك؟ هو طبعا لجنة العفو الرئاسي بذلت مجهود كبير جدا طبعا الفترة الماضية انها تقدر ان هي تضع القوائم وتبدأ في التعامل مع أجهزة الدولة المعنية من اجل الافراج عنهم. طبعا دمجهم في المجتمع وعودتهم مرة اخرى للمجتمع ده شيء مهم جدا، ان هم بيرجعوهم لو ليهم وظائف ترجعوا في الوظائف، لو ممنوعين من السفر يتم رفعهم من قوائم حظر السفر. طبعا كل ده اجراءات مهمه جدا، اجراءات في اطار بناء الشخصيه المصريه مره اخرى ودمجها داخل المجتمع، ان الجمهوريه الجديده تتسع للجميع، الوطن يتسع للجميع زي ما قال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاختلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه. طبعا ده شيء مهم جدا، وحتى المفرج عنهم بيبقى عندهم الأمل في الحياة، العودة مرة أخرى إلى العمل، الاندماج مرة أخرى في المجتمع المصري بعملهم، في سفرهم، في أموالهم. كل ده طبعا دور كبير بتقوم به لجنة العفو الرئاسي، وبتتعامل بشكل احترافي في هذا الملف الشديد الدقة. طبعا كل ده من أجل زي ما بقول لحضرتك، احنا في مرحلة جديدة، مرحلة الدولة الجمهورية الجديدة، مرحلة كل من له حق بياخد حقه في إطار الحرص على المصلحة الوطنية، وفي إطار الحرص على المواطن المصري، وفي إطار أيضا أن الدولة بتعيد المواطن المصري
إلى مكانه، يندمج في المجتمع، ياخد كل حقوقه. طيب أستاذ جميل، أيضا لجنة العفو الرئاسي كانت تلقت عدد كبير من الطلبات لمواقف المفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرار العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على دمجهم مرة أخرى في المجتمع. ماذا تتوقع لتلك الطلبات؟ طبعا الطلبات دي بيتم دراستها بشكل مهم، الدراسة بشكل أيضا دقيق وبشكل احترافي من أجل بعد القرارات العفو من النيابة أو من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم إعادتهم مرة أخرى إلى أعمالهم، إلى دمجهم في المجتمع بشكل سليم، إن هم يعودوا مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية داخل الدولة المصرية. هو ده اللي بتسعى إليه لجنة العفو الرئاسي، وبتقدم لهم كافة الخدمات وكافة التسهيلات في هذا الإطار. العمل زي ما بقول لحضرتك هو بشكل احترافي، بشكل أيضا بيتم التدقيق بشكل كبير جدا في المفرج عنهم، من له حق بياخد حقه. كل ده طبعا مردود فعل على المفرج عنهم. انت بتشوفي حضرتك وهم خارجين وكم الفرحة لهم ولأهاليهم ان هم عادوا مرة اخرى، تم الافراج عنهم، تم هيتم دمجهم في المجتمع، هيعودوا الى اعمالهم مرة اخرى. كل ده طبعا مردوده قوي جدا عليهم، مردوده قوي جدا ايضا على الدولة ان بيتم اعادتهم وبيتم دمجهم داخل المجتمع مرة اخرى. الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير صحيفة الأهرام، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والنقاش، شكرا. أيضا لمزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورية. أهلا بحضرتك معنا أستاذ حازم في هذه النشرة والجولة الإخبارية. بداية بعد التحية، خليني أخذ رأي حضرتك طبعا في كل الجهود التي تقوم بها لجنة العفو الرئاسي في دمج المفرج عنهم في المجتمع المصري، وحتى توفير فرص عمل لهم وإبداء آرائهم في المجتمع المصري. تفضل. أهلا وسهلا بسيادتك وبكل السادة مشاهدي CTV. الحقيقة احنا حزب الشعب الجمهوري بيثمن مثل هذه الخطوات بشكل كبير جدا، لان الحقيقة دي بتعطي كمان انطباع كمان عن النظم السياسية في الدول. النظم الشمولية تميل الى نزعة التشدد، اما النظم المنفتحة الحقيقة دايما بتدي فرصة واثنين وثلاثة. والحقيقة ان الهدف من هذا الامر ان احنا ما نتركش من اخطأ ودفع ثمن خطأه وخرج بعفو رئاسي، لا نتركه ابدا فريسه للاستقطاب وللمفاهيم المغلوطه. وفي الحاله دي احنا بنعيد دمجه الى المجتمع ليكون عنصر فعال في المجتمع، بدلا ان نتركه يكون دائما عدو لوطنه ولمجتمعه ويخطئ ويكرر المزيد من الاخطاء. فدي حقيقه سمه النظم المنفتحه الرصينه سياسيا، وتندرج تحت عنوان الرصانه. طيب يمكن دي نقطة أهم للغاية أستاذ حازم، وهي فكرة الجهود لمقاومة كل هذه المعلومات المغلوطة طبعا من قبل المفرج عنهم. خليني هنا أسأل حضرتك على نقطة غاية في الأهمية، نحن أصبحنا نرى ملحمة وطنية في الدولة المصرية بين كل الأحزاب وكل القطاعات. هنا هسألك عن دور المجتمع المدني، عن دور الأحزاب السياسية المختلفة، عن دور طبعا حتى الإعلام في دمج المفرج عنهم في المجتمع المصري بتوفير فرص حتى عمل لهم وإبداء آرائهم ومشاركة أفكارهم داخل المجتمع المصري. تفضل. الحقيقة أن الكل فعلا عليه دور، وبالذات إحنا كحزب الشعب الجمهوري بنعطي الأولوية للشباب، لأننا حتى بنشوف أن من أخطأ لما يكون صغير السن يعني بيكون خطأه يعني ما بنحاسبوش، يعني بيكون بدرجة أقل من اللي هو عاقل وناضج ويعلم ماذا يفعل. ولا دائما الشباب يعني معرض للخطأ ومعرض للاستقطاب ومعرض لكذا وكذا. احنا الحقيقة بدأنا في هذا الأمر، وبدأنا أيضا بضم بعض الشباب إلى العمل الحزبي والعمل السياسي بعد أن تم إصلاحهم وتهذيبهم وإعادة هيكلة أفكارهم
وكان في زوايا ما كانوش شايفينها خالص لأنهم كانوا بيستخدموا كأدوات دون أن يدري أنه كان يستخدم كأداة لبعض الدول التي تتقاطع مصالحها مع الدولة المصرية. النهاردة هم عنصر داخل جوه حزب الشعب الجمهوري والآن يعلموا جيدا ووطنيين جدا وشغالين بشكل كويس جدا جدا, جدا وبيعملوا كمان في العمل السياسي والعمل الأهلي مع الحزب بشكل كويس جدا وأصبحوا من أشد المناصرين للدولة المصرية بعد أن اتضحت الرؤية لديه. الحقيقة إحنا بنثمن هذا. أنا ما بقولش من الشباب بس, أنا بقول الكل طالما أنه صدر عنه عفو رئاسي على المجتمع ومنظمات المجتمع المدني وما نقعدش نحاربهم, لأن إذا وصلوا إلى درجة اليأس أو ضاعت مستقبلهم بشكل كامل هيتحول إلى إيه؟ هيتحول إلى عدو للدولة. وبالتالي هنا بقى الرصانة السياسية احتوائهم بعد أن نكون يعني عدلنا المفاهيم بتاعتهم وقدموا فعلا ما يثبت أن لديهم مراجعة حقيقية لمفاهيمهم المغلوطة. خاصة أن ملف الشباب أستاذ حازم يمكن السيد الرئيس يولي أهمية كبيرة يتحدث عنه في كل المؤتمرات وفي كل المنتديات وأثناء حديثه في كل مكان. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري كنت معنا عبر الهاتف, شكرا جزيلا لحضرتك. أيضا مشاهدين الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة. أستاذ كمال بعد التحية, يعني كنا اليوم في بنشهد تباشر اللجنة لجنة العفو الرئاسي عملها في دمج المفرج عنهم داخل المجتمع مرة أخرى. كيف يمكن دمج المفرج عنهم داخل المجتمع وما هو الدور الخاص بالأحزاب لمساندة هؤلاء؟ أولا تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين والمستمعين. الدولة المصرية أولا لجنة العفو الرئاسي اللي هي وسع من عددها سيادة الرئيس خلال الشهرين اللي فاتوا لما ضم عدد وسع عمل اللجنة. اللجنة دائما لا تترك من يتم الإفراج عنه دون العودة أو دون عمل له عشان لا حتى لا يفكر في العودة إلى المكان مرة إلى يعني مكان يجد منه حياة سليمة حياة كريمة. فالرئيس مكلف اللجنة, يعني ده دور مش دور حد تاني, ده دور اللجنة نفسها اللي بتتواصل مع الجهات المعنية. إذا كان موظفا وتم وقفه عن عمله وتم فصله من عمله, اللجنة تتواصل مع الجهات المعنية حتى يعود إلى عمله. اللجنة تتواصل مع اللي كانوا بيعملوا أعمال حرة حتى توفر له حياة كريمة ومعيشة كريمة بعد الإفراج عنه. الدولة لا تترك المواطن بعد الإفراج عنه هكذا. وأنا هرجع للتاريخ للأول, منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت في وزارة الداخلية إدارة اسمها إدارة الرعاية اللاحقة, مش للمفرج عنهم بس بعفو رئاسي, ده كل المسجونين بيبقى فيه بيتابع أسرهم. وبقى النهارده تحولت السجون الى مكان لتعليم الحرف والمهن عشان لما يخرج المفرج عنه سواء ادى العقوبه بتاعته او غيره يجد عمل شريف يقدر يعيش من خلاله. فاصبح توفير فرص العمل ليس قاصرا عن ما يفرج عنهم بعفو رئاسي او من قرار النيابه العامه. فاصبح كل مسجون يخرج من السجن النهارده, احنا شفنا وادي النطرون تحول من سجن إلى مكان يتعلم فيه المسجون الحرفة والمهنة حتى يمكن دمجه في المجتمع بعد العودة. فالرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجمهورية الجديدة لا يترك دراسة كل حالة سواء من الإفراج عنهم خلال الحبس الاحتياطي أو اللي كان قضى مدة عقوبة بيتم بحث حالته ويمكن توفير فرص عمل. ولكن المسؤول عن ذلك هي اللجنة التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هي لجنة العفو الرئاسي اللي هي ضاف لها من حوالي شهر أو شهر ونص عدد آخر من الأعضاء عشان يوسع عملها, اللي هي طلعت عدة يعني النهاردة احنا حوالي بص العدد المفرج عنهم حوالي 900. لا تتركهم اللجنة هكذا, مش بقول حد تاني, المسؤول عن التواصل مع المؤسسات الدولة
المسؤول مع التواصل عن أعمالهم إذا كانوا موظفين هي لجنة العفو الرئاسي فقط لا غير. غير كده يبقى ده ادعاءات باطلة. هي الحقيقة يا فندم أنه اللجنة يعني أكدت أنه تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة هؤلاء المفرج عنهم ومباشرة أعمالهم مرة أخرى أو حتى توفير فرص عمل لهم. إلى أي مدى بيساهم ذلك الإجراء في دمج المفرج عنهم في المجتمع؟ المفرج عنه يا فندم لو هو ما لقاش مرجعش، راجل موظف وعنده أسرة، لو ما رجعش لعمله مرة تانية من أين يتكسب؟ الدفعات السابقة، مش الدفعة الأخيرة اللي كان عددها 46، الدفعات السابقة اللي هي بدأت من اللي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفطار العائلة المصرية مباشرة، المجموعة كلها من كان موظفا عاد إلى عمله بالفعل، مش هي الدفعة الأخيرة بس، كل الدفعات السابقة تم دراسة كل حالة على حدة، اللي بدون عمل أو اللي كان بيعمل أعمال حرة أو الموظف تم التنسيق مع جهات عمله وتم إعادته إلى عمله مرة أخرى، وباقي الأعضاء أو باقي اللي هم تم إفراج عنهم ولم يكن له عمل، اللجنة بتتواصل مع الجهات المسؤولة عشان توفر له فرصة عمل حتى يعود إلى المجتمع ويتم دمجه ويعود بحياة طبيعية، رجل له أسرة يقدر أنه هو يعيش حياة كريمة بعد أن تم الإفراج عنه بقرار سواء من النيابة العامة وسواء من قرار رئيسي اللي هو لجنة العفو الرئاسي. أنا بس بأكد على حاجة واحدة بس، المسؤول عن ذلك هو فقط لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، ده المسؤول عن توفير هذا. أي ادعاءات غير كده فهي تعتبر ادعاءات باطلة وكاذبة وتريد لوي الحقيقة. شكرا جزيلا أستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة. أيضا في نفس ذات الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين. برحب بحضرتك معنا في هذه الجولة الإخبارية. بداية طبعا أستاذ طارق بعد التحية، ونحن نتحدث عن هذا الدور الهام للجنة العفو الرئاسي بدمج المفرج عنهم في المجتمع المصري وحتى بالتعبير عن أرائهم والمشاركة في داخل المجتمع المصري، خلينا نتحدث عن نقطة هامة، وأن السيد الرئيس منذ توليه رئاسة الجمهورية كان هناك تجربة لمصر ناجحة في مكافحة الإرهاب، طبعا تلتها نقطة هامة وهي حتى إعادة وإلغاء مسألة الطوارئ، ثم الدعوة من قبل كافة الأحزاب السياسية لمسألة الحوار الوطني وحتى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هنا هسألك عن نقطة هامة، كيف تساهم كل هذه الأمور في بناء الجمهورية الجديدة؟ أهلا بك يا فندم. بداية أنا أحب أقول أن الجهود اللي بتبذلها الدولة في هذا الإطار جهود مهمة جدا، وأن الرئيس السيسي بيحرص على دعم الديمقراطية ودعم الحريات، وإني من وحقوق الإنسان كذلك، وأولى اللبنة للموضوع في إطار في هذا الإطار إعادة تأهيل المواطن اللي هو السجين للحياة وإعطائه فرصة للعودة مرة أخرى، وإعادة التأهيل دي بتتطلب مقتضيات هامة جدا، وهي تأهيل المواطن وهو في مرحلة السجن لما يخرج إلى الحياة العامة بتاعته يقدر يلاقي وظيفة يشتغل فيها أو يتكسب منها، لأن هو عايز يعود للحياة بمفهوم شامل. فإعادة التأهيل هي جهود كبيرة بتبذلها الدولة لتعظيم مفاهيم الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. كذلك إعادة التأهيل بتعيد المواطن من مواطن غير صالح إلى مواطن صالح يشارك في البناء والتنمية، ومنع هؤلاء أو تلك الفئة من المساجين من العودة إلى الحياة السياسية يؤدي بهم إلى الانضمام إلى الجامعات المحظورة وارتكاب المزيد من الجرائم. فالجهود اللي بتبذلها الدولة جهود مهمة جدا، وجهود يعني ليها أبعاد، وهي إعادة المواطن المصري إلى حيز الاندماج حتى يكون مشارك في الحياة العامة ومشارك في
كافة التحديات اللي بيواجهها الوطن، طبعا. لأن المواطن هو أساس المجتمع. المجتمع عبارة عن كيانات متضامنة مع بعضها البعض، أساسها المواطن. فإعادة المواطن إلى رشده دي مهمة جدا، وبتبذل وزارة الداخلية في هذا الإطار جهد كبير جدا من خلال تعليم هؤلاء مهن وحرف يشتغلون بها داخل السجون، وبالتالي بيخرج المواطن يدور على فرصة لإثبات ذاته مرة أخرى والعودة داخل كيان المجتمع. طيب، حضرتك ذكرت نقطة هامة للغاية وهي مقتضيات هذا الأمر، تحدثت عن دور وزارة الداخلية طبعا لمساعدة المفرج عنهم. هناك توجيهات طبعا من قبل السيد الرئيس في تذليل كل العقبات وحتى المشكلات التي من الممكن أن تواجه المفرج عنهم في هذا التوقيت لضمان طبعا عودتهم إلى دراستهم أو حتى إلى عملهم أو حتى توفير فرص عمل جديدة لهم. هنا هسألك أستاذ طارق عن دور منظمات المجتمع المدني، عن الأحزاب السياسية، دور الإعلام في مساعدة هؤلاء طبعا لعودة الحياة مرة أخرى بعد الإفراج عنهم بشكل كبير. وحضرتك الوطن يسعى الجميع، والوطن يحتاج كل إيد بتبني وتعمر تزيد ولا تنقص. الرئيس السيسي بيحرص على دعم الحريات وتوطيد أسر الديمقراطية، وإدى توجيهاته لوزارة الداخلية إن هي تحتوي هؤلاء وإن هي تديهم كافة سبل التعليم وكافة سبل الاندماج إلى المجتمع مرة أخرى. وزارة الداخلية عاملة ورش عمل جوه السجون بتعلم الناس دي كل الصناعات اللي ممكن يستغلوها الاستغلال الأمثل عشان يحققوا ذاتهم. وعلى الإعلام دور كبير جدا إن هو يوجه إن دول جزء أصيل من المجتمع، ان هم ما ندهمش ايحاء بان هم مرفوضين، لا، دايما نقول ان انتوا جوه الوطن والوطن بيحتويكم وان انتوا جزء مهم جدا، وان الجميع عليه انه يشارك والجميع عليه ان هو يسعى في اطار دعم الدوله واستقرارها، وان احنا كلنا المواطن، كل مواطن في مكانه يقدر يكون ليه دور بارز جدا في الإضافة إلى المجتمع، ويكون قيمة مضافة تضيف إلى الوطن وتؤدي إلى نتائج إيجابية. الرئيس السيسي حريص جدا على تحقيق المفهوم ده، وعشان كده هو عمل لجنة العفو الرئاسي، واللجنة بتقوم بالدور فعال جدا، ومن أعظم أدوارها إن هي بتعيد دمج المفرج عنهم داخل المجتمع. وكمان لابد إن الناس دي احنا ندربهم ونعمل لهم دورات تدريبيه تؤهلهم برضو للانضمام الى الحياه السياسيه، ونزيل من امامهم طبعا كل هذه الامور تتم من خلال هذه الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، وحتى الاموال التي تنفق على برامج الحمايه الاجتماعيه لتحقيق هذا الهدف. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين، شكرا جزيلا لحضرتك. بدأت في العاصمة البريطانية لندن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، والتي وفتها المنية في وقت سابق هذا الشهر عن عمر يناهز 96 عاما. ويتصدر الملك تشارلز وأفراد عائلته الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في كاتدرائية ويستمنستر. هذا ويشارك في مراسم الجنازة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بجانب رؤساء دول وشخصيات بارزة. ومن المقرر أن تبث المراسم على شاشات ضخمة في لندن وغيرها من المدن وأكثر من 100 صالة سينما. هذا وألقت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس كلمة تأبينية في جنازة الملكة إليزابيث. Thank you.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لم يقرر بعد إذا كان سيترشح مجددا للرئاسة لعام 2024. تحدث بايدن في مقابلة تلفزيونية عن عدة أمور، منها أزمة تايوان، حيث أكد أن بلاده ستدافع عن تايبي في حال تعرضت لغزو عسكري صيني. تطرق بايدن إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أيضا، حيث أكد أن كييف لا تخسر الحرب وتحقق مكاسب في مناطق معينة. كما تعهد الرئيس الأمريكي بالسيطرة على التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة، معلنا انتهاء جائحة كورونا في البلاد. من جانبها نددت بكين بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي أكد خلالها أن بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني، معتبرة أنها تشكل انتهاكا خطيرا لسياسة واشنطن حيال الجزيرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أنه انتهاك خطير لالتزام مهم قطعته الولايات المتحدة بعدم تأييد استقلال تايوان، مضيفة أن واشنطن توجه رسالة خاطئة وخطيرة إلى ما أسمته القوى الانفصالية الناشطة، هذا من أجل استقلال تايوان. أعلن المكتب الصحفي المجلسي الأمن الروسي أن روسيا والصين اتفقتا على زيادة التعاون من خلال وزارتي الدفاع لإجراء تدريبات والدوريات المشتركة، وذلك بالإضافة إلى تعزيز الاتصالات ما بين هيئات الأركان العامة. قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتريشوف بعد مشاورات مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، قال إن موسكو وبكين تدعوان بشكل مشترك إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة والتنمية الحرة ذات السيادة للدول على أساس هويتها الخاصة، بينما تعارض الدول الغربية هذا الأمر. أضاف أيضا أن البلدين رحبان بالنمو في عدد من الدول التي تختار طريقة التنمية الحرة السيادية على أساس هويتها وتقاليدها. We'll be right back.
ندد الكرملين بالمعلومات حول العثور على مئات الجثث وعلى مقبرة جماعية في مدينة إزيوم شرق أوكرانيا بعدما استعادتها من القوات الروسية، معتبرا أنها أكاذيب. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ستدافع عن الحقيقة في هذه القضية، واصفا ما حدث بأنه السيناريو ذاته الذي حدث في مدينة بوتشا. اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف موقع محطة بيدفيدينو كرانسكا النووية الواقعة في جنوب البلاد. أوضحت شركة إنرجاتوم المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية أن القصف الروسي وقع على مسافة 300 متر فقط من المفاعلات، مؤكدة أن مفاعلات المحطة الثلاثة تعمل حاليا بانتظام. كما أشارت إلى أن القصف لم يتسبب بسقوط قتلى أو حتى جرحى. من جانبه أوضح مصدر أوكراني أن القصف الروسي قد أدى إلى تحطم حوالي 100 نافذة في مبنى المحطة وإلى انقطاع 3 خطوط للتيار العالي فيها لفترة وجيزة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعيدة، مضيفا أنه مستعد لتقديم خدماته للمساهمة في إجراء هذه المفاوضات. وأعرب غوتيريش عن اعتقاده بضرورة خلق ظروف للتوصل إلى السلام وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. قالت وزارة البنية التحتية في كييف إن إجمالي 165 سفينة تحمل 3,700,000 طن من المنتجات الزراعية قد غادرت أوكرانيا، وذلك بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية. أضافت الوزارة أن 10 سفن تحمل نحو 170,000 طن من المنتجات الزراعية قد غادرت موانئ أوكرانيا في البحر الأسود، مشيرة إلى أن 8 سفن غادرت موانئ أوديسا الكبرى. أضرت تداعيات وباء فيروس كورونا ثم الأزمة الأوكرانية بسلاسل التوريد العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما أدى لارتفاع نسب التضخم، وهو ما دفع الحكومات لاتخاذ بعض التدابير في محاولة لاحتواء التضخم. المزيد من التفاصيل نتابعه في العرض التالي. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 471 قضية تموينية، وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 137 طن مواد غذائية وغير غذائية.
ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 95 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط أكثر من 41 طن. أما بالنسبة لمجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 90 قضية خبز ناقص الوزن و63 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق حملة جديدة بعنوان أخلاقنا الجميلة على عدة مراحل، وذلك في إطار دورها المجتمعي المهم. وتستهدف الحملة التأكيد على الأخلاق التي تأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية من احترام للكبير وحسن المعاملة والأمانة والشرف وغيرها من القيم. وتنطلق الحملة على عدة مراحل عبر رسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، حيث تهدف إلى تربية أجيال جديدة على العادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكر الأجيال الحالية بالقيم الإنسانية. رياضيا، يستأنف المنتخب الوطني اليوم تدريبات بقيادة البرتغالية روي فيتوريا في استاد برج العرب، وذلك استعدادا لودتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يوم 23 و 27 من شهر سبتمبر الجاري، والمقرر إقامتهما أيضا في استاد الإسكندرية. حصل الفريق على راحة لمدة يوم بعد أدائه مرانا شهد فقرة تدريبية ثم تقسيمية، هذا وتقرر تعيين طاقم حكام تونسي للمباريتين الوديتين. فاز فريق الزمالك على مضيفه إليكت التشاتي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد أحمد هيدجو بالكاميرون في ذهاب الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا. أحرز هدفي الزمالك كل من شيكابالا في الدقيقة 52، ثم سجل زيزو في الدقيقة 59. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من سبتمبر الجاري على استاد القاهرة، ويواجه المتأهل لدور 32 فريق فلامبو بطل برواندي الذي أطاح بفريق الاتحاد الليبي. هذا وخاض فريق الأهلي ميرانا هو المسائي على ملعب أتتش استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستري في ذهاب دور 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. حرص الجهاز الفني للفريق على متابعة مباراة الاتحاد والجيش الرواندي، كما عقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق هذا الميرانا. ثم خاض الفريق فقرة إحماء قبل خوض تدريبات الكرة وتنفيذ الجوانب الفنية. وعن حالة الطقس مشاهدينا، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة.
وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، وهذه تذكرة بأهم ما جاء بها من عناويننا. الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لتفعيل الشراكة بين مصر والهند بما يتناسب مع إمكاناتهما في المجالات كافة. بريطانيا تودع الملكة إليزابيث الثانية بمراسم مهيبة بحضور عشرات من رؤساء الدول والحكومات. والكرملين ينفي معلومات عن العثور على مئات الجثث في مدينة إزيوم الأوكرانية ويقول إنها مجرد أكاذيب. ولمزيد من الأخبار مشاهدينا يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، تقبلوا تحيات زميلتي دانا مدحت وتحياتي لحضراتكم. أنا حور محمد، إلى اللقاء.